أدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة في خيمة سلوان، وذلك للاحتجاج على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي البلدة. ويواصل الأهالي تحركاتهم رفضا لنية الاحتلال هدم حي البستان وأخلاء حي بطن الهوى لصالح المستوطنين، إضافة لمصادرة قرابة 100 دن من الأراضي تحديدا من وادي الربابة. ويعاني الأهالي في سلوان و تقريبا أكثر من 7000 فلسطيني يعانون من خطر التهجير بفعل القرارات الإسرائيلية. بعد انقضاء القضايا هذا البطل الذي شوه تاريخه وكل. للتفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس مراسل العربي أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. إذن ما التفاصيل بخصوص هذه التحركات للفلسطينيين تنديدا بإجراءات وقرارات الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم وسام، للجمعة الثانية على التوالي تؤدى صلاة الجمعة في خيمة سلوان، هذه الخيمة التي شهدت منذ عام 2009 وحتى الآن تحركات أهالي سلوان لتسليط الضوء على الأزمات التي يعانيها الأهالي من جراء القرارات الإسرائيلية. نتحدث في سلوان عن 6 أحياء من أصل 12 حيا مهددة هذه الأحياء إما بالإخلاء أو بالهدم أو بالإخلاء لصالح المستوطنين، إضافة إلى ما لا يقل عن 7000 قرار بالهدم وزعتها بردية الاحتلال الإسرائيلي على مباني وأهالي بلدة سلوان، ذلك لإخطارهم بهدم هذه المنازل. الجمعة الثانية هناك مواصلة في هذا الحراك، حيث يرتئي الأهالي في سلوان بضرورة التحرك في هذه الفترة، لا سيما وأن الاحتلال في الفترة الماضية وخلال الأشهر الماضية ماطل في تمديد أوامر الهدم تحديدا في حي عين اللوزة، أو حتى ماطل في تمديد وتجميد أوامر الهدم في حي البستان وإضافة إلى الأحياء المحيطة. وهناك هجمة بحسب الأهالي على تلك المنطقة التي تقع فعليا على الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى المبارك، وذلك ما يعطيها حساسية كبيرة، وأيضا يمكن أن يفسر لماذا التركيز الإسرائيلي الكثيف إن كان من الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية أو حتى من الجمعيات الاستيطانية على تلك المنطقة التي تعتبر الحاضنة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك. نتحدث في سلوان عن الآلاف من الفلسطينيين المهددون بالإخلاء من منازلهم أو بالتشريد جراء الهدم، مثلا حي البستان هناك ما لا يقل عن 1500 فلسطيني مهددون بالتهجير في حال أقدمت بردية الاحتلال على تنفيذ مخططها بهدم هذا الحي وإقامة حديقة المدية. أيضا المنطقة الوحيدة التي بقيت من الأراضي الفارغة في البلدة هي منطقة وادي الربابة التي تحتوي على 100 دنم، ولكن السلطات الإسرائيلية صادرت هذه الدنمات، هناك من أتبعتها لحدائق عامة وأسمتها تحت بند حدائق عامة، وباقي الدنمات أيضا صادرتها لما يسمى بالحدائق الوطنية أو الحدائق التوراتية التي تتركز في مدينة سلوان، وهي مشاريع بحسب الأهالي مشاريع استيطانية من أجل السيطرة على ما تبقى أصلا من المنطقة الجغرافية القليلة والدنومات القليلة التي يمكن للأهالي التمدد في تلك المنطقة. ولكن في سلوان عديدة هي الأحياء التي تتعرض وتعرضت فعليا إما لهدم للمباني في تلك الأحياء أو محاولات إخلاء المباني والبيوت لصالح المستوطنين بحجة ملكية الأرض، مثل حي بطن الهوى. الحجة الإسرائيلية أن تلك الأرض التي أقيمت عليها المباني الفلسطينية هي مملوكة اليهود من اليمن قبل النكبة، أي قبل العام 48. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات من القدس أحمد جرادات.